السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة موضوع يعني كل كان بيستناه علشان خاطر نعرف أوزان السمان السوبر جامبو. طبعا زي ما انتم شايفين ده السمان الأبيض بتاعنا. أنا برضو حبيت إن أنا يعني إيه أذبحه علشان خاطر الناس اللي بتاخد السمان مذبوح تبقى برضو يعني وصلت يعني تقدر يعني تعرف الوزن الحقيقي للسمان بعد الذبح، لان طبعا اغلب الناس بيشتروا السمان مثلج او مجمد او مبرد، مش بيشتريه يعني حي على طول قدام. فيلا بينا نذبحه ونشوف مع بعض هيبقى الاوزان معانا قد ايه. ده يا جماعه السمان بتاعنا بعد ما احنا ذبحناه، تمام زي ما انتم شايفين يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله قد الحمامة. طبعا شلنا منها رقبتها ورجليها، بس طبعا يا جماعة لسه ما اتفتحتش بطنها، دي تعتبر يعني ايه برضو شيشنا للناس اللي هي ايه عايزة تعرف يعني ممكن تقريبا وزنها قبل الذبح. يعني لو هي وقائمة ممكن تخش الواحدة فيها، يعني مثلا لو نشوف كده الوزن عاملين الاثنين يا جماعه 680 يعني حوالي 700 جرام الاثنين. يعني مثلا لو قلنا يعني هتبقى الواحده حوالي لو قلنا 700 يعني في 350 جرام للسمانه تقريبا. وان شاء الله باذن الله برضو هنشوفهم بعد ما يتذبحهم، قصدي بعد ما يتنضفوا ان شاء الله نشوفهم برضو وزنهم ايه، علشان برضو للناس اللي هي عايزة تعرف اوزانهم بعد بعد التنظيف. وده يا جماعة بعد ما خلصنا تنظيف السمان بتاعنا، طبعا زي ما انتم شايفين حاطين بس الكبد والقوانص بتاعتهم جواهم، وكان فيهم حوالي طبعا السمان ده بيضة يا جماعة، ففيهم بطين برضو صغيرين كده جواهم. تمام نشوف بقى الوزن معانا قد ايه، عاملين 600 جرام يا جماعة. يعني جوز السمان بعد الذبح والتنظيف عاملين معانا 600 جرام تقريبا.